معك وديني ع شارع الحمرة، خدني معك تحلالي بالحمرة السكرة. يعني السياحة بلبنان ما بتتوقف، لبنان بلد السياحة، بلد الثقافة، بلد المهرجانات، بلد دايما العجقة والحياة. يعني إن شاء الله هيك بترجع الروح للبنان من خلال كل النشاطات اللي عم تصير فيه، من الشبيبة يلا بينظموا عدة نشاطات، ومنها الستريت فاستيفال يلي مرق بعدة مناطق، مرق بمونو، مرق بسور، بسور كمان، وحاليا بشارع بلس، هالشارع العريق ببيروت اللي مين ما زار شارع بلس وما زار يعني عدة أماكن فيه سياحيا، المطاعم اللي له كل بناية بتحكي وكل شباك بيحكي وكل مبنى بيحكي قصة التاريخ. مهم اليوم نحن رح نحكي مع ضيوفي، أهلا وسهلا فيكم، آية موسى منظمة من مهرجان ألوان، هلأ بنحكي عن الاسم، وأهلا وسهلا بعاصم حمزة كمان من المنظمين، يعطيكم ألف عافية. خلينا نبلش هيك، هو بنقول أنه برعاية وزير السياحة وزير الإعلام عقدت شركة أورا ميديا مؤتمر لإطلاق هالمهرجان، هو مهرجان سلم أو نزال سلم، نزال سلم عبيرو. خبرينا شوي عن الانطلاق اللي كانت بوزارة السياحة. مزبوط، هو المهرجان بيحكي عن بيروت، يعني بيروت اللي بتستحق عن جد كل حدا ينزل يسلم عليها. نعم. والسلوغان كان أنه إيه، نزلوا سلموا على بيروت، شوارعنا فضيت، شوارعنا عم تفقد هويتها، خلينا نرد هيدي الحياة للشوارع. وهون كانت كمان دعم من وزير السياحة ووزير الإعلام لهيدا المهرجان، وأطلقني بوزارة السياحة الأسبوع الماضي بعتقد. ومن هيدا المهرجان رح ننطلق على غير مناطق، يعني هو حيبلش ببلس، ومثل ما اسمه بدل عليه حنبلش ببلس ونروح على غير محل. يعني نحن نتمنى كمان تقولوا نزال سلم على الداون تاون، على وسط بيروت يلي كان كله حياة. صح. هلأ بننزل منلاقي بالليل شبه مدينة أشباح، عم بحكي المنطقة الفوقانية حد البرلمان، يفلوا هني من هونيك ويتركوا لنا المكان للسياحة لأنه هني ما قالوا عازي. أستاذ يعني حمزة، خبرنا شوي عن التنظيم، لأنه مهم جدا، يعني الواحد هلأ هالأيام إذا بده يروح بده يكون في تنظيم، بده يكون في سلامة عامة، بده يكون في كل هالأمور هيدي، كيف اشتغلتوا على هالموضوع هيدا؟ صحيح، من لما بلشنا بالفكرة كان الهدف الأساسي قبل ما نعرف شو بدنا نجيب، من كان عارضين أو من كان فنانين، جينا قلنا بدنا نأمن المنطقة، لأنه شارع بلس كثير حيوي ببيروت، أول مرة بسكر شارع بلس. نعم. للسيارات. بقى بدك تاخذ عند اعتبار السكن، المنطقة اللي حواليك، الجامعة، الأيو بي، في مدارس. اشتغلنا مع كل المؤسسات التربوية لنضمن انه ما يتأثروا بهذا الشيء، وبالعكس كانوا كثير متجاوبين وكلهم تعاونوا معنا. نعم. ومشاركين معنا بهذا الحدث. امنيا ولوجستيا اشتغلنا مع القاضي الامني، ميلة السير، ميلة الجيش، ميلة قوى الامن. نعم. لنقدر ننظم قد ما بنقدر حركة السير نهار المهرجان، تما يصير في عنا خنقة بهذه المنطقة الحساسة من بيروت وبالتفاصيلة، وإن شاء الله نهار السبت بتتوج هذا الشغل اللي عم نعمله يوميا بنجاح، وبتكون كل العالم مرتاحة وواصلة ومبسوطة وظاهرة عم تشكر بيروت وعم تحيي بيروت بأحلى تحية. نعم. آية، اللي هي عادة عم تعملوا هذا المهرجان يوم واحد؟ هو على يومين، 21 ب22 سبت وأحد اللي جايين. نعم. طيب شو اللي بيميز ستريت فاستيفال عن غيره؟ قلتي يعني في عندكم جانب الثقافي، جانب الترفيهي، جانب السياحي، كل يعني جامعين كل شيء بهاليومين. مزبوط. هلا أول شيء تنحكي عن شارع بلس. نعم. شارع بلس هو شارع ثقافي، شارع عريق، موجود بقلبه أهم جامعات لبنان وأهم مدارس لبنان. نعم. هيدا الشارع حلو ترجع له الحياة من باب ثقافة. فالستريت فاستيفال نحن عاملينه منه ستريت فاستيفال على قد منه كالتشورال فاستيفال. رح نضوي فيه على حرفيين لبنان، رح يكونوا موجودين على الأرض مع نقابة الحرفيين. عم يشتغلوا لايف على الإزاز، عن حاس، عم يشتغلوا القصص اللي عن جد حلوة وبتدل على لبنان. رح يكون في عنا سيدات عم يعملوا الكروشيه اللي بيعملوه ببيتهم، رح يكونوا عم يعملوا. حتى ضوينا بمحل على الأكل اللبناني القديم، اللي هو مثلا سيدة حتكون عم تعمل ورق عنب. يعني عم نضوي على الثقافة اللبنانية
لترجع للشوارع، لأنه شوارعنا بلشت تفقد هويتها وسقفتها. صحيح. هيدا الهدف الأساسي من هيدا المشروع. نعم. كيف كانت تجارب صور ومنو قبل مع هالنوع من المهرجانات؟ يعني أنتم عم تعتمدوا نفس الأسلوب تقريبا، ولكن باختلاف بتجدد يعني. مزبوط. هلأ صور كان السنة الماضية، هالسنة ما قدرنا عملناه لأنه الوضع ما سمح، بس كمان كانت تجربة كتير حلوة بصور يعني ناشحة. كانت ناجحة، العالم اجت من كل لبنان يعني. أنا ما توقعت لأي حدا من طرابلس جاي على صور تيشارك بهيك مهرجان. حلو. كان كتير حلو. نفس الشيء بمونو، بمونو كمان العالم اجت من كل المناطق. نعم. كمان كان الهدف منا نضوي على الجانب الثقافي من شارع مونو. نعم. استاذ قاسم، كنت عم بتقول في ذكريات ما بتتنسى بشارع بلس، مثل الافران الوطنيه. صحيح. يعني هلا الله يرحمه صاحبها توفى أبو غسام. وسكرت يعني، مين ما بيعرف، مين ما ضايق منقوشه الافران الوطنيه. صحيح. ببلس قديش في ممكن ينحكى عن ذكريات بشارع بلس؟ هيدا كنا عم نحكيه استاذ جوزيف تحت الهواء. نعم. الشارع كان 24 احنا جيل عايشناه انا وحضرتك بهيدي الفتره. نعم. بحالته وبمره وبالحرب وبالسلم كان هذا الشارع ما يموت، كان يضل عم بيعجب العالم. كنا دائما ملتقى الأحبة، ملتقى الأصدقاء، ملتقى ببلس 4 الصبح بعد الظهر بالليل بالنهار. لنضوع هذا الشيء اللي عملناه في حكواتي جاي اسمه طارق كوا عن اي سي ألمناي، الوحيد اللي عنده أرشيف عن شارع بلس وعن راس بيروت، ما حدا عنده يجيب لبنان من الصور موثق، ولح يكون موجود معنا على المسرح ليقدر يحكي عن تاريخ بيروت، عن بلس، عن ترامواي، اشياء انا وانت يمكن ما عشناها بس. نعم. حلو نسمعها. وهيدا التواصل عم نحاول نعمله، المزيج بين القديم ببيروت وبراس بيروت، الاهالي بيروت والجيل الجديد اللي طالع هلا، ليضل فيها الاستمرارية، يضلوا يعرفوا الباز تبعهم، الاساس بيروت كيف كانت، ويكفوا هن على طريقتهم باللايف ستايل تبعهم، بس ما ينسوا الاساس. نعم. ما ينسوا بيروت. كنت عم تحكي حضرتك عن التنظيم، الشارع منحسه دائما بعجب السيارات، عاجقة جامعات وعاجقة مطاعم، في عدة. صحيح. يعني بس انه هيدا الشارع امتداده مش كتير كبير يعني، ما بين من وين لوين رح يكون الفستيفال، وهل رح يتسكر، هل في تنظيم لهالموضوع؟ صحيح. رح يتسكر من الجمعة ليلة السبت 19 بالليل. نعم. من زعتر وزيت، من اول البناية البلو بيلدينج، ليلة الجمعة. ليلة الجمعة الساعة 12 رح ينشالوا السيارات بالتعاون مع قوى الامن وبالتعاون مع المحلات الموجودة، حكينا معهم فردا فردا ومحل محل. رح ينشالوا السيارات ورح يصير بس للمشاة اعتبارا من السبت الصبح. نعم. نحن بنفتتح الافتتاح الرسمي نهار السبت الساعة 5 بحضور رسميين. الحلو اللي عملناه لأنه مش بس ثقافي مثل ما تفضلت زميلتي آية، ثقافي على تجاري شوي، لأنه هذا الشارع حيوي، فيه جامعات، فيه محلات. يعني ما جبنا أكل عارضين يعرضوا بوجه الموجودين، بنعرف المحلات عبليس قدي عم بيعانوا. نعم. ليضلوا واقفين على جرين، ليضلوا عم بيحافظوا على هذا الشارع، عطينيهم لا يكونوا موجودين بس عم بيعانوا. أنا بلاقي أنه هالمحلات هالمطاعم هونيك بس مش مثل قبل، لميز جامعات مزبوط بالنهار، بس بليس كان يضل 24 24، تمره على الساعة 9 بالليل حرام ما بتلاقي حدا، والله ما في كهرباء، مش مضوى، عم بتصف وين ما كان. كان قبل يكونوا تريبل باركينج. صحيح. اذا بتتذكر. أكيد. لا عم نيجي نعطيهم هيدي الحمية، عم نقول لهم بدنا اياكم تشتغلوا، نحن علينا نجيب لكم الكراود اللي عندكم وانتم اشتغلوا قد ما فيكم، بتستاهلوا تضلكم واقفين على جريكم، تضلكم مهدين، لانه بوجودهم وبوجود الجامعات وبوجود التلاميذ واهل بيروت هن اللي عم بيخلوا بيروت تضل واقفه على اجريها لو شو ما صار. اياب، من الخمسة بعد الظهر السبت الافتتاحيه شو رح بصير؟ شو البرنامج لنهايه المهرجان الاحد بعد الظهر؟ هلا البرنامج متنوع يعني. نعم. عنا عم نجمع بين العربي والغربي نوعا ما. حنبلش اكيد بكذا بروجرام، عنا بروجرام خاصه بالموسيقى، عنا شانتال بيطار رح تكون عم تغني نهار السبت. صوت رائع شانتال، تحية لشانتال، من الأصوات الرائعة جدا. عنا نهار الأحد، هلا ما عم بعطي كل التفاصيل بس إنه هول الأساسيات. يمكن نهار الأحد عنا كمان كورال زكي نصيف. نعم. كورال الأيوبي رح يكون عم بغني أغاني لبنانية وطنية، رح يكون في عنا جاز نايت، رح يكون في عنا بلوز. البلوز كمان، البلوز رح يكونوا موجودين. سو عنا كذا كذا. نعم. محطة رح يرجعوا اللبنانية لعصور حلوة. أدي أهمية هيك نوع من المهرجانات لأحياء شارع ولا يعني سياحيا لنستقطب كل الناس من كل المطارح؟ من كل المطارح. صح. هلا نحن بس تجمع كل الثقافات وكل الأذواق، لأنه بالنهاية. نعم. ما فيك تحط نوع واحد من الموسيقى أو نوع. صحيح. واحد من البروغرامات. بنجرب قد ما فينا نجمع كل الأذواق ليجي من كل المناطق، لأنه
لأنه السياحة الوطنية أنا برأيي أهم بكتير من أنك تبرم كل العالم. صح أكيد. كتير لبنانية أكيد. ما بيعرفوا كل المناطق. وهون إجا سلوغان نزلوا سلموا على بيروت، يعني بدل ما تسلموا على كل الدول ونحط ستوريات وهيك، لا صحيح. في مناطق بلبنان عن جد بتستحق ننزلوا يشوفوها ويسلموا على الحيطان فيها. طب ايام انتم ما طولتوا شوي؟ يعني هلا السواح فلوا رجعوا على بلادهم، بلشت المدارس، كان في عدد كبير من السواح ببيروت. مزبوط مزبوط. اول شيء الوضع ما كاننا عارفين، في حرب ما في حرب، هلا اكدتوا ما في، مع انه امبارح ما اكدنا بس هيدي اراده الحياه، هيدي اراده الحياه. لا طمنينا بلكي بتعرف. بس الهدف كمان كان يرجعوا الجامعات والمدارس، لانه بالنهاية هيدي المنطقة حيوية بالجامعات والمدارس، مش بالسواح يمكن أكيد. فرجعت التلاميذ المدارس وأهلهم وأهالي راس بيروت اللي عادة بيكونوا برات بيروت بالصيف. نعم. الهدف هو لقلهم أنه لا رجعوا على راس بيروت، رجعوا عيشوا هالحياة اللي كتير حلوة. نعم. قسم من ضمن خطة التنظيم، هل دخلتوا بالمحلات أنه يعملوا عروضات وأسعار لكل الناس تقدر تشارك وتيجي تقضي نهارها في قدرة شرائية متدنية يعني عند كتير من الناس؟ صحيح. اشتغلنا مع كل محل بمحله، وهن عارفين قيمة هيدا المهرجان، لهيك هن بهمهم ليطوروا هيدا البزنس وليجيبوا أكثر زباين، رح يشتغلوا على كتير أوفرز يعني يمكن ما توقف بس بنهار المهرجان، يمكن تكفي معهم لبعدين للستيودنت. حلو. يعني اللي عم نحاول نعمله انه مش عملنا مهرجان ووقفت الحياة هون وبنرجع ننطر السنة الجاية. نعم. هدفنا أنا وزميلتي آية أنه هيدا المهرجان يكون انطلاقة لبيروت لإعادة أحياء شوارعها شارع شارع، لنقدر نوصل على محل نقول هيدي بيروت يا جماعة بتستحق منا، عطيتنا كتير وحضنتنا وحملتنا وتحملتنا وحملت وجعنا وحضنتنا بكل أسوأ ظروفنا. نعم. هلأ وقت نجي نقول لها يعطيك العافية، نحن هون. نعم. نحن حدك. سو الكل موجود. بدي بس ضيف شغلة لو بتسمح لي. نعم. اللي فاجأنا لما عم نروح عند حدا نعرض عليه المشروع، هيا لحدا كان تاجر إن كان مواطن طبيعي أو بالجامعة أو بالمدرسة، الكل التجاوب اللي كان انه شو هالمشروع الحلو، كيف فينا نساعد، بدون حياة طبعا، كيف فينا نساعدكم، اطلبوا منك كيف فينا نكون معكم بهذا الشيء، نحن ايدنا بايدكم. يعني حدا اخذ هالمبادرة والكل. انتوا اجتمعتوا مع كل محل بمحله اللي موجود؟ كلهم. نعم. كلهم محل المدارس. نعم. لحوالي المنطقة حتى. نعم. مع اهالي بيروت، مع بيوتها، مع برافو، حتى الاهالي شجعوا الشارع. نعم. كل شيء. أيا بس بحب أعرف أنا وقت تقولوا برعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة، شو بيعملوا؟ شو بقدموا لكم مصاري؟ عفوا سياحة وزارة السياحة والإعلام. والإعلام عفوا. لا أكيد ما في دعم مادي بس، يعني بس بنقول برعاية موجودين كدعم. هلأ هني أول ما طرحنا الفكرة أنه إيه وأكيد أنتوا معنا، ودخلوا المشروع ضمن حملة وزارة السياحة مشوار رايحين مشوار. سو عملوها مشوار عبر الاسم. يعني انتم اضفتوا لوزاره السياحه ووزاره الاعلام، هيدا بحب. لا وقدموا لنا هيدي الكامبين، يعني اللي اعطى الواحد حقه، اعطيونا الكامبين بيلبوردز نزلت بكل بيروت. ما تدافع عن حدا، ما تدافع عن حدا من هالبلد، ما حدا بيدافع عنه، ما تدافع عن عاصم، دافع عن حدا. استاذ جوزيف هيدا مشروع لبيروت، ما فيه سياسه، جايين ننبسط نقول للعالم هيدي بيروت يلي كانت ورح تبقى ورح ترجع احسن مكان. انا بتمنى لكم توفيق على جهودكم الشخصيه اللي عم تعملوها. ثانك يو لكم، لانه عم تعيدوا الحياه لشارع راقي مثل هالشارع هيدا يلي نحن بحاجه لنرجع نزوره. بتمنى نكون كتار من وين ما كنتوا، لبنانيين وغير لبنانيين، اذا كان بعد في سواح كمان، تزوروا السبت والاحد شارع بلس. كلنا بنعرفوا مين شارع بلس، في افخر المطاعم واطيب لقمه بتلاقوها طبعا، ومتنوع كل الاذواق فيكم ترضوا، مع برامج فنيه، الدخول رح يكون شو مجاني، في رمزي جدا، رمزي جداً. لحتى نقدر. نعم. نكون عم نحصر الكراب بهذا الشارع مش. نعم. أكثر ولا أقل. Thank you آية. Thank you عاصم. مرسي بالتوفيق لكم. مرسي كلك. السبت الساعة 5 الافتتاحية، ومستمر للأحد بالليل شارع بلس بانتظاركم، مضوى لكم.